السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله في عمرك يا رب. وفي عمرك وعمر السامعين والسامعات. الله يبارك في حضرتك. حياك. حضرتك أنا حاطط مبلغ من المال عند واحد بيشغله. الحمد لله. ماشي. المبلغ ده لازم أعمل عقد شراكة ما بينه ولا أنا عشان أنا ممكن أنا ولا ضمنه ومش مشكلة. هو نسيبي بمعنى صح. سيدك يعني جدك يعني. نسيبي. نسيبك صهري. انا واخد اخته. ايه اسمه يسمى صهري. 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 النسيب يعني ابن عم نسيب من الانساب. لكن الله يبارك في حضرتك. ده لازم اعمل عقد شراكه ما بينه ولا مش ولا عشان انا واثق فيه مش مشكله. لا الامر واسع. امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. الا اذا كنت تخونه او يخونك اكتبوا كل شيء. جحد ادم فجحدت ذريته. ونسي فنسي ذريته ومن ثم امر بالكتابة. الله يبارك في حضرتك. طيب بجانب ده انا بطلع على المبلغ اللي انا مديله ده زكاة المال كل سنة. هو اتفق معك على ذلك؟ وكلك في لا ذلك؟ لا مش موكل. انا بقى بطلع من نفسي. انا بقى انا المبلغ بتاعي بطلع كل سنة عليه. ايوه لكن انت تقول تطلع عن ماله او عن مالك انت؟ عن مالي انا. طيب ده ما فيهاش خلاف.